لكن عذاب القبر على فكرة هو رحمة، جزء منه رحمة. ايش يعني؟ خلص لما خرج من الدنيا هذا يبدو رايح النار اذا ما تعذبش في القبر بحيث يكون خالص، تمام؟ طيب هذا واحد. اثنين، لاحظوا هذا شو بقول؟ بقول لاحظوا، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما قال. هيهم هيهم إذا الكفار نايمين مطمئنين، كيف المؤمنين؟ قال يعني هيهم دليل ما فيش عذاب قبر. تصوروا في مواجهة الآيات وفي مواجهة الأحاديث المتواترة فهمه صار حكم. بتقولوا لي كيف بتحرف الدين؟ كيف بتحرف الدين؟ من ممن يظهروا انهم اهل الدين، هيك مش من الكفار بتحرف الدين، من اللي بيظهروا اهل الدين. طيب لاحظوا الان كيف فهمها، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. قال هيو كاي متوقف الزمن وما فيش، لو في عذاب قبر نشوف وين الاشكال في هذا الكلام. واستغربت من بعض العلماء انه بظن انه هذول الناس اخذوا ظاهر القرآن. هذول اخذوا ظاهر القرآن؟ ليش؟ هو ظاهر القرآن شو بقول؟ بقول انه هذول فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا. بعدين لعلمكم على فكرة في هنا في قراءة، في قراءة حفص في هون سكت، لاحظوا كيف بدأ اقرأها، في هون سكت. قالوا لحظة الان هم قالوا يا ويلنا، يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق. هو انتو لما الواحد اول ما يستيقظ بكون مجمع يعني، ولا بده شوية هيك عبين ما يستوعب شو اللي صار؟